نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة السويس قافلة طبية شاملة تستهدف 3 قرى في المحافظة بالتعاون مع 5 جامعات من شرق الدلتا. قال منسق حياة كريمة في السويس محمود عبد العزيز، قال إن القافلة غطت أغلب التخصصات الطبية، مشيرا إلى أن القافلة صرفت العلاج للمواطنين. وضمت القافلة أيضا جلسات توعية وجلسات تثقيفية وندوات إرشاد زراعي وندوة لبرنامج مودة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي. القافلة دي بتضم العدد من التخصصات، منها تخصصات طبية وزراعية وبيطرية وتمريض وتثقيف صحي. الحمد لله احنا اخترنا المكان ده في جنيفة لانه على اساس انه ده مكان لتجمع عدد كبير من المواطنين ويقدر يخدم عدد كبير من المواطنين. بنحاول ان احنا نوصل لجميع الاهالي في الاماكن الاكثر فقرا والاكثر احتياجا، وبنقدم لهم الخدمات المتنوعه، سواء كانت الخدمات دي من الناحيه الطبيه او التمريضيه او من الحاجات التنمويه اللي احنا نقدر نقوم بتوعيتها لجميع الاهالي.